تمام. لان ما ينفعش النهارده ان كل شويه واحد وانت ماشي كده فيقول لك كابتن احمد اخبار التجديد، فتقول له ان شاء الله خير باذن الله، فيبني عليها موضوع ويعمل عليها قصه ويعمل عليها موضوع. النهارده وانت داخل النادي واحد يقول لك القايمه الافريقيه، فتقول له مالها القايمه الافريقيه، فيبدا يتنسب عليها موضوع ويتعمل عليها موضوع. طبعا الكلام ده يعني كلام يعني ما يصحش، وكلام يعني ما بين اي حد بيكتب اي حاجه واي حد بيتكلم، لان انا ما اتكلمتش مع حد، ويمكن يعني مش حابب ان انا اخوض في الموضوع ده. وزي ما قلت، يمكن انا قلت النهارده على موقع النادي الاهلي ده موضوع التجديد ده يخصني انا شخصيا، الناس شغله نفسها بايه يعني. انا موضوع ما عنديش مشكله والله يا جماعه، سواء ان شاء الله باذن الله استمريت في النادي الاهلي ما فيش مشكله، سواء ان لم استمر في النادي الاهلي فبرضه ما فيش مشكله. فالموضوع ده شيء يخصني انا شخصيا، فانا عايز الناس ما تشغلش نفسها. والحاجه الثانيه، يمكن برضه الكلام اللي انتشر زي ما انت قلت ان من البديهه يعني، حتى اللي بيكتب بيناقض نفسه في الكلام. يعني النهارده اقول لك اصلي احمد حسن رابط التجديد بقيده في القائمه الافريقيه، معقول النادي الاهلي هيجدد لاي لاعب ومش هيضمه في القائمه الافريقيه؟ طب هو بيجدد له بناء على ايه؟ بيجدد ليه؟ عشان يلعب محلي فقط، اعتقد صعبه، وبالذات لما يكون معاك لعيب بخبرات احمد حسن، فصعب ان ده يحصل يعني اصلا. بغض يا محمد والله، بغض النظر عن 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 المسميات، بغض النظر عن احمد حسن، يعني انا بقول لك النهارده لو النادي الاهلي عنده لعيب عادي بينتهي وبيجدد له عقده، يجدد له عقده عشان بس يخليه يلعب محلي بس يعني، او يلعب ماتشات يعني ما يستفدش بيه في في البطوله الافريقيه. فالموضوع حتى بقول لك كلام متناقض يعني. فهو القصه، اتمنى زي ما انا بقول اهو تاني، بنحترم الاعلاميين والمراسلين اللي بيجوا بيبقوا موجودين، هم كمان يحترمونا صح، وما ينزلوش اي كلام وبس، وفي نفس الوقت كمان يحترموا القراء بتوعهم والناس اللي بتتابعهم، لان كده استخفاف بالعقول يعني. ما يصحش ان انا النهارده ما اتكلمش مع حد وافوجئ بسيل اخبار نازل يعني، ما يصحش يعني. ما هو يعني اكيد اكيد، وده حقك طبعا. احنا نعمل ايه؟ نعمل نمنع ان احنا نتكلم مع الناس ونقول يا جماعه ان احنا ما بنتكلمش مع حد؟ وللاسف لما بيحصل كده الناس بتزعل وتقعد تقول لك اللعيبه وما بيتكلموش، وده ما ينفعش وده ما يصحش وده ما يعملش. يعني بالعكس يعني، احنا نتمنى ان لما يكون في حاجه يبقى حاجه بمصداقيه. لما ينفعش والله كمان، انا ببقى داخل يعني داخل النادي، فتلاقي واحد يجي يا كابتن احمد بيقولوا مثلا القائمه الافريقيه، مالها القائمه الافريقيه؟ يعني تأييد وعدم التأييد يا جماعه، القائمه الافريقيه ما الوقت يعني ما فيش كلام في الوقت الحالي دلوقتي، احنا مركزين في الماتشات ومركزين. فتلاقي بقى الموضوع اتبنى وحوار اتبنى وكده. فنتمنى يعني ان يكون في مصداقيه، ونتمنى يكون في احترام متبادل، ويعني ده اللي احنا عايزينه ان شاء الله باذن الله. لان يعني طب واللي احنا عايزينه يا صقر، انا عايز اقول لك حاجه بس، معلش عفوا للمقاطعه، انا عايز واللي احنا عايزينه قربنا من التوقيع ولا لسه؟ حاجه لينا احنا دي بقى. يعني انا زي ما قلت لك تاني، الموضوع ده موضوع يخصني انا شخصيا، بس يخص جمهور الاهلي يا صقر، يخص جمهور النادي الاهلي طبعا، اكيد معاك. بس هو في النهايه هي كل حاجه قلت قبل كده بتيجي في توقيتها، وانا يعني انا المساله بالنسبه لي والله طبعا انا قلت ما عنديش اي مشكله خالص، انما في النهايه هي المساله مساله عرض وطلب، المساله ما فيش الاولويه للنادي الاهلي بالكامل، ما عنديش اي مشكله. تمام. وضع طبيعي ان يحصل ان حد يتكلم معاك او حد يجس النبض او 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 كل الامور دي كلها، انما انا قلت احتراما لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي ان انا مش هيحصل اي تفاوض او اي بص تفاوض كمان مش 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 حاجه رسميه الا بعد انتهاء اخر يوم ليا في عقدي مع النادي الاهلي بس، فما فيش احسن من كده. فانا بقول للناس كل واحد يريح دماغه، وكل واحد يركز شغله، ويبعد عن ان انا جددت او ما جددتش او استمريت او ما استمريتش، لان ده موضوع يخصني انا، ودي حياتي انا يعني، انا اللي هاخد قرار فيها بس. طب الموضوع اللي انت ختمت بيه تعليقك في موقع النادي الاهلي النهارده، وهو الموضوع اللي ما اشيع برضه عن ان انت وحسام غالي كان في مشاده بينكم، حصلت قصه كبيره واللعيبه حشتكم وبتاع، هو ده برضه من هو ده برضه من ضمن الحاجات بقول لك المواضيع بتناقض نفسها. لان النهارده لما يكتب موقع زي ده ان انا حصلت مشاده، والموضوع ليست له اساس صحه يعني، يعني ما فيش اصلا مشكله من الاساس، والناس عملت مشكله. والحاجه الثانيه قال لك ان انا تقدمت بطلب لجنه الكوره ان انا بشكي في حسام غالي، ولجنه الكوره خدت قرار بخصم 20,000 جنيه من حسام غالي. فامتى يعني امتى لحقت اتقدم بطلب، وامتى لجنه الكوره اجتمعت عشان تاخد عقوبه على حسام غالي؟ فحتى الكلام متناقض يعني. يعني الماتش المفروض مش عارف كان يوم، حتى لما حد بيقول لي
فقلت له لا، لجنه التجاره تبقى قافله يوم الجمعه فما يلحقوش ياخدوا قرار. فيعني كلام مناقض نفسه، وكلام يعني حتى لو يعني لو موجودين في المعسكر هيعرفوا منين ان حصل مشاده؟ والله ما حصل اي حاجه. وده من ضمن الحاجات برضه اللي بقول لك ان احنا زي ما بنحترم الاعلاميين اللي بيكونوا موجودين، هم كمان يجب انهم يحترمونا. وما ينفعش النهارده مثلا لما تيجي تسال واحد يقول لك اصل انا حد قال لي، يعني حد قال لك؟ طب اتاكد، ما هو مش اي حد. طب انا النهارده محمد اجي مثلا اقول لك والله ده حصلت مشكله كذا كذا كذا، تيجي تروح انت قايلها للناس بدون اي دليل؟ ينفعش. يعني ده ما اسموش اعلام، ده ده صح، ما يصحش. اكيد اكيد يا صقر، وان شاء الله باذن الله يعني زي ما قلنا الموضوع يخصك ولكن هو يخص جمهور النادي الاهلي ايضا، وجمهور الاهلي عايز يطمن على هذا الموضوع، وقريبا جدا باذن الله نسمع عن انتهاء القصه بالكامل عشان الكل يسمع ايه يريح ويستريح، يعني كله يرتاح وتتقفل القصه دي تماما ان شاء الله. كلها مريحه ما تقلقش، وكل شيء ان شاء الله بيجي بأوقته وبيجي بأوانه، وانا قانع ان ربنا اللي كاتبه هو اللي هيكون، واكيد ربنا شايل لكل واحد الخير، فالواحد مش مستعجل اي حاجه من كده، وان شاء الله الخير اللي موجود هو اللي ربنا اكيد هيعيده ان شاء الله. اكيد يا ساره، ربنا يكتب الخير ان شاء الله دايما. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد حسن، صقر النادي الاهلي والكره المصريه وكابتن منتخب